الرخام بسلامة الله في مطار القاهرة الدولي. درجة الحرارة خارج الطائرة تشتري إلى 16 درجة مئوية، والساعة الآن 6:45 صباحا بتوقيت القاهرة. لقد استمتعتم معنا بهذه الرحلة ونأمل أن نحظى بلقائكم على مدى حلقتنا القادمة إن شاء الله. المرجو من حضرة سائر الركاب البقاء في مقعدهم جالسين حتى تقف ماكينات الطائرة تماما عن الدوران. شكرا لاختياركم مصر الطيران وإلى اللقاء. We had just landed at Jantung Kero International Airport. Temperature outside the cabin is about to be 16 degrees centigrade local time, 6:45 a.m. Have you enjoyed your flight with us? And what are your thoughts on our future flight? Please sit down and hold the engine. Thank you for choosing Egypt Air and goodbye.